بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك في قناة أخي الكريم وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد. مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء. معكم عبد النور مدريد في قناتكم التعليمية مع موضوع جديد وفيديو جديد سوف نتناوله وإياكم إن شاء الله. موضوعنا اليوم إرسالية صادرة من إحدى المديريات الجهوية للخزينة التابعة لوزارة المالية مؤرخة في 26 ماي الجاري، أي عندها يومان تم نشرها على جريدة الشروق. واش تقول هذه المراسلة؟ واش الفحوى تاعها؟ هي موجهة إلى الموظفين أمناء خزائن الولايات والبلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وخزائن أمناء خزائن المؤسسات العمومية الاستشفائية وخزائن أمناء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. واش في هذه الرسالة واش راهم طالبين من هذو الأمناء الخزناء؟ وهي عبارة على ترقية سوف تقوم بها المديرية الجهوية بهذه الإرسالية، تطلب من الإدارات الشروع في ترقية العمال والموظفين الذين يحملون شهادة الماستر قبل 30 جوان 2020، أي باقي لها شهر إن شاء الله. كيفاش غادي يرقوهم؟ واش هما الشروط اللي يكونوا في الموظف باش يستفاد من هذه الترقية؟ وهذه حاجة مليحة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش دعموا هذا المقطع بزر الإعجاب باش يوصل لجميع الناس ويستفادوا إن شاء الله، ويكون مع الفيديوهات على اليوتيوب في المنصة مع الأوائل إن شاء الله. وإذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو على القناة تاعنا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش تتوصل بجديد كي نطلعوه في لاشان. لا تذهب بعيدا وابقى معنا حتى نهاية الفيديو. إذا كنت من المهتمين، كنت من الموظفين تاع هذه الفئة، اقعد تابع معنا الفيديو إلى الآخر. وإذا كنت حاب تتعرف وما كنتش من هذه الفئة وحاب تشوف لا فيديو تكمل فلا مشكلة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا حتى نهاية الفيديو. فاصل ونواصل. السلام عليكم خالتي، رانا عدنا معكم. ما شاء الله ما طولناش عليكم ونكونوا ضياف خفاف عليكم، والفيديو هذا ان شاء الله ينال اعجابكم. الترقية هذه موجهة للموظفين اللي حاملين شهادة ماستر. واش يطلبوا منهم؟ واش الشروط اللي تكون؟ هي تخص موظفي الخزينة الذين زاولوا دراستهم بعد التوظيف، اي الناس اللي دخلوا يخدموا باريزومبل دخلوا بالبروميير اني جامعية او دخلوا باك بليس 1 او باك بليس 2، اي زادوا واصلوا الدراسة تاعهم حتى تحصلوا على شهادة الماستر وهم في التوظيف، اي راه عندهم اكثر من 5 سنوات عمل. هذو هما الناس اللي غادي يرقوهم ان شاء الله. وفي نفس الوقت الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف غير معنية، هذه الشرط الثاني. وإذ سوف يأخذ تاريخ التعيين الأول في الإدارة الخزينة كمرجع خلال هذه العملية، أي لازم تكون عندك شهادة مورا ما دخلت تخدم، تكون جبت شهادة الماستر، تحصلت على شهادة الماستر قبل ما دخلت تخدم. نروحوا نقراو المراسلة معكم، دوك انا شرحت لكم الفحوى تاعها واش هي، ونزيد نروح نقراها لكم باش تعرفوا واش فيها واش ما فيهاش، باش الناس اللي يشوفوا هذا الفيديو اذا كان من المعنيين راهي يستفاد، ولا ما كانش من المعنيين راقوا باليه ان شاء الله. المراسله هذه اللي صدرت على المديريه الجهويه للخزينه التابعه لوزاره الماليه، قلنا في 26 ماي الجاري، موجهه الى امناء خزائن الولايات والبلديات وخزائن المراكز الاستشفائيه
الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشائية والمؤسسات العمومية الاستحاء الجوارية عن الشروع في إحصاء الموظفين، أي يدير لهم إحصاء المنتمين لشعبة الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وشعب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الذين أتموا بعد توظيفهم دراستهم الجامعية على مستوى الماستر في مختلف التخصصات، أي كامل التخصصات، مشي داروا تخصص معين أو تخصص موجه لفئة خاصة، كامل التخصصات والدراسات اللي قريتهم في الجامعة أي واحد تخصص تاعو يكون من ضمن هذا، يكون من ضمن هذه الفئة، راهو معني بالترقية إن شاء الله. منها الموظفين المنتمين لشعبة الأسلاك الخاصة بالإدارة الخزينة والمحاسبة أيضا والتأمينات وشعب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، هذو الشعب اللي راهم يهضروا عليهم، الذين أتموا بعد توظيفهم دراساتهم الجامعية على مستوى ماستر في مختلف التخصصات. كل شيء واضح إخواني الكرام. ويهدف هذا الإجراء إلى دراسة إمكانية ترقية المعنيين إلى الرتب الأعلى حسب الحالة من خلال موافقة المديريات الجهوية بنسخ عن شهادة الماستر المتحصل عليها من طرف الموظفين قبل تاريخ 30 جوان 2020، أي غادي يكون ملف، ما يكونش ملف فيه بزاف وثائق، يكون ملف خفيف تدفعه في الإدارة تثبت بلي انت راك ضمن هذه الفئة وأنك توفر فيك هذه الشروط، فلا مشكلة أخي الكريم ومبروك على الجميع. نزيدوا نكملوا المرسال التي تؤكد في نفس الوقت أن الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف غير معنية، أن الشهادة الماستر سوف تكون بعد التوظيف، هذا شرط من شروط هذه الإرسالية اللي قامت بها المديرية الجهوية العامة للخزينة التابعة لوزارة المالية، إذ سوف يأخذ تاريخ التعيين الأول في الإدارة الخزينة كمرجع خلال هذه العملية. كما شفتوا خبتي الكرام، هذه واحدة من الشروط. كما شفتوا خبتي، هذه هي المرسلة اللي شرحتها لكم وقلت لكم واش الفحوى اللي فيها والناس اللي معنيين والناس اللي ما همش معنيين العقوبة لهم إن شاء الله. احنا ماذا بينا كل حاجة فيها بليس للموظفين انتوعنا نفرحوا بها حتى ولو ما كناش ضمن هذه البيئة تاع الموظفين. هنا نأتي الى نهاية هذا الفيديو معكم، فيديو اليوم الذي كان عبارة عن شرح لإرسالية صادرة من احدى مدير الجهوية لخزينة تابعة لوزارة المالية، فحواها وعنوانها الشروع في ترقية الموظفين، حملة الماستر تخص موظفي الخزينة الذين زادوا دراستهم بعد التوظيف. بالتوفيق للجميع، وأي سؤال اتركوا لنا أسفل الفيديو في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو على قناتنا. وإذا استفدتم، وإن شاء الله أتمنى أني أفدتكم واستفدتم من هذا الفيديو، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. كان معكم عبد النور مول، كان معكم عبد النور مدريد، ألقاكم بخير وعلى خير، طاب يومكم في موضوع جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.